يا شهر عاشور ما مثلك شهر، بك بول سجاد دلال وانفطر. معز العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وبالخصوص محبي وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم، ولا سيد ومولاي الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه مثل هذه الفاجعة الأليمة، فاجعة الطف وبدء شهر الأحزان بالسنة الهجرية المباركة 1445. ثر هذه الدمعة هو أزلي عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لمقتل ولدي الحسين حرارة لن تطفي أبدا، هذا أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حب الإمام الحسين وعن مظلومية الإمام الحسين من أجل رفع راية الإسلام. يا شهر عاشور بيك الشمس باب. إن حقيقة كل عام نجي نحيي هذه المناسبة، كل عام هذه المناسبة الأليمة، بهذه المناسبة الأليمة حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، نعزي الأمة الإسلامية جمعاء ونعزي الأئمة الأطهار جمعاء وعلماءنا الأطهار والإمام صاحب العصر الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. سر هذه الدمعة الإمام علي الحسين عليه السلام، كل إحنا كل شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، كل شيعة الإمام الحسين عليه السلام إلهم جمرة جمرة في قلوبهم وحصرة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لأنه سر سر من أسرار السماء هو الإمام الحسين عليه السلام. يا شهر عباس خسف وهانته. نحن المؤمنين العراقيين خاصة لهم هذه الشعيرة تكون في قلوبهم، وننتظر هذا الشهر الحرام لنعزي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا ومولانا الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله له الفرج بهذا المصاب الجلل. وتشهد مدينة كربلاء هذا الموسم وفي المواسم الأخرى هذا الجموع الغفير وبذل الجهود المباركة من قبل إخواننا العراقيين، لا سيما قدام العتبات المقدسة أخواننا، وهم مشكورين لتقديم هذه الخدمات، وإن شاء الله تكون هذه في ميزان حسناتكم وحسنات الخدام جميعا. بالسهم صابوا وشعب جوجر بيته ثورة الحق ضد الباطل، انتصار الدم على السيف، انتصار أبا عبد الله الحسين على الظلم وعلى المفسدين. نعزي العالم الإسلامي والأمة العربية ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين في أقطاب الأرض جميعا بهذا المصاب الجلل اليوم تبديل الرايات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الرايات من أحسن إلى أحسن حال بحق محمد وآل محمد. ونعزي قمر العشيرة أبا الفضل العباس عليه السلام وأخي الحسين عليه السلام بهذا المصاب الجلل، ومن الله التوفيق، وأسأل الله أن يحفظ أمة محمد بمحمد وآل محمد. يا شهر عاشور وانصار الشهيد. نعزي العالم الأجمع ولا سيما بقية الله في أرضه الإمام صاحب العصر والزمان والأئمة والمراجع العظام ولا سيما الحشد الشعبي والعراقي كافة بذكرى استشهاد الإمام الحسين وتجدد البيعة في هذا اليوم، وهو تبديل رايات السواد وروايات الإمام الحسين في هذا اليوم. نحن نقدم البيعة ونجدد البيعة ونقدم العزاء لصاحب العصر والزمان. سر الدمعة يعني سر إلهي عجيب، لأن الإمام الحسين أعطى لله كل شيء، فأعطاه الله كل شيء، أعطى له المحبة الفطرية داخل الإنسان، محبة الإمام الحسين محبة فطرية موجودة داخل كل إنسان. يا شهر عاشور وأنصار الشهيد. نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وصاحب الأمر الإمام الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف
بقدوم شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في واقعة الطف. عظم الله لها الأجر السيدة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. لأن الله من ظلمها وظلم أولادها. وأنا نقول خذي بيدنا يا فاطمة الزهراء وأعينينا إن شاء الله. يا شهر عاشور هنيت الدمع. هذه المناسبة العظيمة وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نعزي الأمة الإسلامية والمراجع العظام بهذه المناسبة الأليمة التي تمر على شيعة أمير المؤمنين وبالخصوص المحبين منهم والمخلصين لأهل البيت. أن سر الدموع هذه هي النبض الحياة المتجدد الدائم لدى شيعة أمير المؤمنين، وإنما هذه الذكرى الحقيقية التي لا تموت أبداً وإنما حية في قلوبنا وقلوب محبينا أهل البيت. يا شهر عاشور ذوبت القلب